عندنا السؤال الخامس، 6 على 24. نجي هون نلاحظ بأن 6 عدد زوجي، والـ24 الآحاد زوجي، أيضا تقبل القسمة على 2، وأيضا تقبل القسمة على 6، أجزاهم على 6، بس نحن نعمل على تقسيم 2، تقسيم 2 ويساوي 6، تقسيم 2، 6 كم 2 بها؟ 3. الـ24 تقسيم 2، الـ4 تقسيم 2 بها 2، 2 تقسيم 2 بها 1. هذا الكسر، إذا الكسر 3 على 12 هو مكافئ للكسر 6 على 24. عندنا سادسا، 5 على 15. نجي بما أنه 5 ما تقبل القسمة على 2 ولا على 3، قلنا العدد يقبل القسمة على 5 إذا كان الآحاد 5 أو 0. بما أنه عندنا هوني 5 وهوني من الآحاد 5، إذا يقبل القسمة على 5. العددان 2 البسط والمقام يقبلون القسمة على 5، إذا راح نقسم على 5، تقسيم 5، تقسيم 5 ويساوي 5 تقسيم 5. 5 كم 5؟ يا 1. 15 كم 5؟ نجي على جدول ضرب 5، 5 في ايش 15؟ 5 في 3 15، اذا بها 3. اذا الكسر المكافئ للكسر 5 على 15 هو 1 على 3. نجي على سابعا، الكسر 3 على 9. عندنا 3 على 9، نقول نجي على 3 ما تقبل القسمة على 2، راح نختبرها تقبل القسمة على 3؟ نعم، لأن 3 هي من مضاعفات 3 أو من جدول ضرب 3، والتسعة هم من مضاعفات 3 أو من جدول ضرب 3، إذا 2 يقبلون القسمة، البسط والمقام يقبلون القسمة على 3، إذا راح نقسم على 3 ويساوي 3 تقسيم 3 1. 3 كم 3؟ بها 1. 9 كم 3؟ بها 3. وأيضا إذا نضرب 3 في 3 9. عندنا لاحظوا السؤال التاسع، اكتب العدد المناسب بالمربع. عندنا عدد مجهول لازم نوجده. عندنا 5 على 10 يساوي فراغ على 2. نلاحظ أن 5 والعشرة يقبلون القسمة على إيش؟ على 5، لأن قلنا إذا العدد آحاده 5 أو 0 يقبل القسمة على 5، أخذناها قبل قابليات القسمة. إذا راح نقسم على 5، لأن 2 يقبلون البسط والمقام يقبلون القسمة على 5. إذا 5 تقسيم 5 1، 10 تقسيم 5 2، إذا العدد المجهول هو 1. وعدنا السؤال العاشر، 3 على فراغ يساوي 1 على 7. لو كان المجهول هوني، المجهول بهاي الجهة، راح نجي على جهة المعلوم اللي هو 1 على 7. نجي نقول 1 في إيش قد؟ يطلع 3. 1 نضربه في إيش قد؟ يطلع 3. 1 في 3 راح يطلع لنا 3. إذا رأسا نضرب الجو هم المقام في 3، ما دام ضربنا البسط في 3 رأسا المقام هم في 3، إذا 3 في 7 21. إذن الكسر 3 على 21 يكافئ الكسر 1 على 7.